واقع تمويل المنظمات الدولية وتجارب ناجحة في الحصول على منح دولية، هذا العنوان اللي يعني أعطوني إياه، وإن شاء الله يعني أقدر يعني أعمل التزم بالوقت ابتداء. وأعطي بس هيك إشارات وإضاءات السلايد اللي وراه. خلينا نحكي نحن، ممكن أقلب من هون. تمام. طيب مصادر التمويل، حقيقة التمويل بالعالم عم بيجي من تمويل المؤسسات واللي هو المنظمات كلها، وفي تمويل مجتمعي هي اللي بتعمل المجتمعات، مثل التمويل اللي بجوز انذكر بأمريكا الكامبين اللي هو في ناس بتتصل، هذا بسموه كله تمويل مجتمعي بتقدر تحصل عليه. في طبعا جديد دخل التمويل الإلكتروني مع انتشار منصات التمويل اللي هو مثل اللانش جود وغيرها، او انه عن طريق الرابط والكريدت، هي يعني دخلت جديده وحاليا يعني عم تحقق نمو كبير، فكل المؤسسات يجب ان تستثمر في هذا النوع من التمويل. وفي عندنا التمويل الاسلامي المجتمعي اللي هو معظم مؤسساتنا يعني هذا هيك صار ترتيبه، اللي هو العمل الخيري المعتاد اللي الناس بتيجي عندها صدقات وزكوات والعمل سواء في رمضان او غيره، هو يعتبر من التمويل الاسلامي المجتمعي. خرط المانحين، طيب هدول اللي عندنا نحن، مين اللي ممكن اليوم عندك مؤسسة تستطيع أن يعني تشوف هاي الخريطة اللي ترسمها حتى تقدر تبدأ ترسم خططك للتمويل؟ في عندنا المنظمات المظلية، في عندنا السفارات الأجنبية عندها دائما مخصصات بتقدر تمنح بعض البرامج، وهي بجوز زميلي يعني أقدر هن يقدروا يدخلوا بهذا القصة ويطالعوا بعض التمويل، بس هذا جانب الناس بعض مؤسساتنا بعيدة عنه. في وكالات الأمم المتحدة وهي كثير راح نستعرضها، وفي المؤسسات المانحة المتعددة الأطراف مثل الإيكو والاتحاد الأوروبي، وفي عندنا المنظمات الحكومية. اليوم ما في دولة ممكن تقول أنا دولة كبرى أو ذات شأن، الدول ترى بتشبه الأشخاص يعني سواء بعمرها بسلوكها، بأنه لما بتكبر أو بتغنى بتبلش تتوسع تحاول تعمل ظروف، وهي دائما بتحتاج فت. يعني أنت اليوم كبير عيلتك بدك تصرف على المحتاجين، بدك تعمل، هي طبيعة الدول وطبيعة الأشخاص. لذلك الدول كمان في عندها هي بس تبدأ تكون مفاعلة في العالم، فلازم يكون إلى شيء خيري، يعني يكون في إلى مدد، يكون في إلى مساهمات. فكل الدول الكبرى بتعمل منظمات، هي المؤسسات هي بتأخذ تمويل من صانع الضرائب أو مخصصات الدولة وتنفقه على العمل الإنساني. سلسلة التمويل هي بتجي، حكينا في المانح الأساسي، سواء هذا المانح الأساسي كان فرد برا عن طريق الموبايل $10 ولا $100، أو كان منظمة مثل USAID اللي هي ممكن تعطيه لهي. فبغض النظر عن حجم المانح الأساسي، هو فيش جهة طالعت الفلوس من عنده وعطتها لجهة قالت لروحي نفذي برنامج. فالبرنامج العادي الدول وكذا تثق بالINGO، فهدول عندهم تمويل كبير، المنظمات الدولية أدرانين يوصلوا لمانحين كبار ويحصلوا تمويلات ضخمة توصل للمليارات. فبعدها هدول لما بيجوا بنفذوا دائما بيروحوا لشريك منفذ اللي هو اللوكال NGO. هلا في الترند اللوكاليزيشن، وانه كيف نحن ممكن نقوي هي المانحين ليقدروا يوصلوا للمانح الاساسي. وبجوز يعني استاذ نجيم راح يتحدث عن هذا الموضوع بشكل اكبر. انا راح احكي بس على التمويل من المنظمات الدوليه اللي هي اخذت من المانح، كيف كنحن تجربتنا خلال هالعشر سنوات منظمات محلية يعني عم تشتغل. المنظمات الحكومية مثل ما ذكرنا هي بس هيك نبدأ، في عندك USAID, GIZ, SIDA, جيك كتير يعني معظم دول يعني هدول يابان كندا أمريكا ألمانيا كل دولة فرنسا، اليوم حتى الآفات في تركيا، كل دولة بتبلش يعني تبدأ تظهر على الساحة الدولية لابد أن تكون لها منظمة تقود هذا العمل الإنساني. المؤسسات المانحة متعددة الأطراف اللي هي مثل الإيكو اللي معظم الدول الأوروبية في إلى مساهمات فيها بتحط، وهي هي عم تقود يعني تمويل كبير على مستوى العالم. وكالات الأمم المتحدة اللي هي الـ UNCR, WFB, WHO, IOM, منظمة الهجرة، وكل وحدة مختصة في شيء. يعني اليوم اللاجئين مباشرة منروح على الـ UNCR، لما منقول اليوم الأمن الغذائي دائما منروح على الـ WFB، لما منقول على الصحة منروح على منظمة الصحة العالمية. هي كلها وكالات أممية وطبعا إلى إجراءاتها، يعني هو هذا اللي بدنا نفهمه، إنه هي إلى سيستم، لا تستطيع مهما اليوم كنت موجود او ان تغير من السيستم، فانت بدك تمشي مع السيستم مهما راح يمشوا على سيستمك، هذا لازم تكون انت واضح فيه اثناء العمل معهم.
طبعا حكينا في السلسلة الثانية اللي هي المنظمات الدولية غير الحكومية الاي ان جي او، هذول موجودين قد في اسماء كبيرة منهم كير ولا سيف تشيلدرن اللي هي ليدر على مستوى الطفولة والتعليم، او يعني منستي تبعية الحقوق وغيرها كثير. هي بتاخذ تمويل من مصادر التمويل متعددة عندهم، هن عندهم تمويل مجتمعي وتمويل اونلاين وتمويل حكومي وتمويل من جهات ثانية، يعني ما بيقتصروا على نوع واحد من التمويل. بنجي نحن على ايضا منظمات دوليه اسلاميه اللي هي موجوده الى اليات اخرى، وانا كان في عندي محاضره هو الفرق ما بين التمويل العربي الاسلامي عن التمويل الاجنبي، ايجابيات وسلبيات، يعني انه ما في شيء ممكن تقول هذا هو المنيح وهذا هيك، لا هي الى ايجابيات وهي الى سلبيات، هي الى ايجابيات وهي الى سلبيات. مثل الهيئه الخيريه، الرحمه، ماي كير، ماجد، هي احمر قطر، هي كلها يعني داخله ضمن هذا الاطار، مع بدايه تحول لبعض هي المؤسسات لانها تكون مؤسسات دوليه بالمعايير الثانيه. طيب هلا رح نجي لصلب المحاضره، هي كلها كانت مقدمه ولو طويله شوي بس حتى نفهم نحن وين رايحين لما بنقصد بالتمويل الدولي. الان انا كمنظمه اعاني، يعني في عندي مشاكل في مجتمعاتي في البيئه اللي انا صنعت الى المنظمه. كل منظمه بتتواجد نتيجه حاجه، نتيجه ازمه، وبتبدا بدها تخدم المجتمعات، محتاجه الى اموال حتى تنفذ هذه البرامج. واحده منها هي التمويل الدولي، والتمويل الدولي انا هي بال 2014 كنا لسه بادين، كان تمويله كلياته محلي من تجار سوريين او من بعض اصدقائنا من الكويت، ما كنا لسه توجهنا للتوجيه الدولي. الدكتور وين سيد زناري ماني شايفه وقتها قال لي هيك، قال لي مثل هيك بالمصر، قال لي يا ابني انت سايب المحيط وبتصيد في الطشت. قال لي هون محيط، فانت وين رايح؟ روح على المحيط صيد دساتكم بهذا التمويل. وفعليا يعني بدينا نشتغل بهذا الموضوع. بس هدول لهم آليات، نبدأ هيك بشكل سريع، إنه هن بيقيموا إنه كفاءة الشريك، بعدين فعاليته في قدرة التنفيذ، وفي شغلة كتير مهمة وهي بتخليك رقم صعب اللي هو القدرة على الوصول. كل ما كانت منظمتك قريبة من شريحة المستفيدين، أدران توصل لمناطق جغرافية محدد وين وللناس، كل ما كان لك قدرة أكبر على تحقيق الشراكة. لأنه بالنهاية أنا كمانح دولي بدي حدا يوصل للطفل بالقرية الفلانية، بهمني كتير أنه هي قدرة الوصول، بس مو أي حدا. إذا كان في عنده كفاءة، كان في عنده فعالية، بعدين الملاءة المالية شد أنه أدراني ينفذ، ما يستنى إلي أنا والله ما قدرت أتعاقد لأنه تأخرت الحوالة وبالتالي فشل مشروعي. هذا بيهتموا فيه أنك أنت أدراني تنفذ لبين ما توصل لك الحوالات، خصوصا في زمن أصبح في تعقيد على حركة المال. بيبدوا معك بمشروع تجريبي البايلوت بروجكت، طبعا حسب القدرة المانح، يعني في مانح بيبدأ معك $50,000 بيعتبره مشروع تجريبي، وفي مانح بيبدأ معك $500,000 بيقول لك خلينا نجربه $500,000، فهي حسب ما هو قديش بيعتبر غنى اللي عنده يعني. وبعدين بصير التقييمات السابقة والشراكات الحالية، كيف أدائك، تقاريرك، تقارير التقييم، بناء عليه بتطور الشراكة ليصير. بس هي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هن كيف بيختاروا الشركاء. طيب اجينا نحن في عنا 4 مراحل بتمر فيها اي عمليه شراكه او تقييم او انك تحصل للتمويل. هو ما قبل الحصول على المنحه اللي هي بتكون انه انت في منحه معينه، تقييمك، عملوا لك نيد اسسمنت، عملوا لك كاباسيتي، ما بقى يعني هي كلياتها هي قبل ما تحصل على المنحه. لما يلاقوا انه بتقدم البروبوزل، بتقدم اللي هو المشروع تبعك، هي كلياتها انت لسه ما حصلت على شيء. هي قد تطول، يعني احيانا بعض المانحين 6 شهور على خدني جيتك، فيجب ان تكون صبور وما تقول يعني طلبات تعقيديه. دائما نحن ولا نربط انه هي اجنده، لا هو هيك سيستم، يعني هذا السيستم هو بده انت وين، شو قدرتك، مين الموظفين اللي عندك، شو بيتقاضوا، هل انت عندك شفافيه، بده كذا مشان يعرف. هو بالنهايه بده يعطيك فلوس، ما راح يعطيك اياها عن عمياني وتورطه. فما نقول انه هو يعني دائما في، لا هي الامم المتحده او المنظمات جايه تشتغل وجايه تصرف اموال على سبيل المثال للقضيه اليمنيه، جايه تصرف اموال للتعليم في سوريا، فهن بدهم يتاكدوا انه انت عندك، بيقولوا لك اعطيني الاحتياج، قائمه المستفيدين، و شروط كثيره.
ولهلا بكون لسه ما صار تعاقد. نوصل لمرحلة التعاقد اللي هو خلص يعني اتفقنا كيف بدنا نشتغل. بعدين بصير في عندك أثناء التنفيذ المشروع بسموها الرقابة وإنه التقييد والتقارير المرحلية، وبعدين إغلاق المشروع، وبعدين بيبعثوا لك أودت خارجي بيشيك على إنه أنت هل تقيدت بالشروط وكذا. بيطلع كل ما مريت بهي العملية بأكثر من مرة كل ما كان أرصدتك وتقييمك عالي. يعني إذا كنت إذا مؤسسة مرت بهي العملية مرة واحدة غير اللي عشرة، لأنه هون أدركوا أنه أنت كشريك فعلياً صار في عندك شفافية، قدرة التنفيذ، كفاءة عالية، وبالتالي تقارير إغلاق المشروع كتير مهم أنه تطلع نظيفة، لأنه هذا راح يشجعك أنك تأخذ أكثر وأكثر منه. كيفية الحصول على المنحة؟ هلأ هذا أثناء يعني أنت في منحة وبلش تأخذ تعطي. طب قبل حكينا أول شيء هي ست أو يعني خمس أمور حاولت هيك يعني أجملها، إنه في عندك لدى المنظمة والمانح القدرة المطلوبة للعمل إنه أدرانين نشتغل مع بعض. هاي أدرانين نشتغل مع بعض تحت كتير شغلات لضيق الوقت، هيك يعني أبسط من اللغة، أدرانين نتفاهم نحن أصلاً، يعني هو بيحكي ألماني وأنا ما حدا عندي بيحكي ألماني وبدنا ننفذ مشروع ما بتزبط معانا. طيب الخلفية تبعيته اللي هو عم بيحكي منها هل تتوافق معي، هو تقني عالي وأنا لسه ما عندي تقنية وبقول لي كذا. هاي فكتير يعني إنه إلى شروح كتيرة، بس هي هيك يعني لخصت بهذا الموضوع. بدك تبحث عن منظمة تتوافق استراتيجيتها مع استراتيجيتك. اليوم قد ما كان في احتياج بسوريا، لو رحت على منظمة سوريا ليست من استراتيجيتها ولا بتدعم بالتعليم وهي بتشتغل برواد الأعمال بأمريكا، ما رح يردوا علي يعني. فبالتالي هذا يعني جهد ضائع، فأنت لازم تدور مين بيشتغل بنفسك نفس الاستراتيجية، وهذا بيخليك عبء إنه لازم تكون عندك رؤية واستراتيجية حتى تعرف. يعني في ناس عندها استراتيجية وحاطة رؤية بس أنا ما عندي، فهون بكتوف. فلازم بداية أنا كمنظمة أكون محدد مشان أعرف وين أدور. كتابة المقترحات بعدين للملفين، أنا معرفت أنه الإسلاميك ريليف بألمانيا مهتمين اليوم بتعليم الأطفال في إدلب واستراتيجيتهم بتدعم هذا الموضوع. هلأ هن سواء عملوا كولبرو أو أنا رحت شفتهم هن في عندهم تمويل لهذا الموضوع قدمت لهم. هذا هو إنه كتابة المقترح ليكون مقنع. بعدين بصير بقى المفاوضات اللي حكينا عليها، هي أخذوا جيني روح تعال، هي لما نتفق بعدين بصير توقيع الاتفاقيات وتحويل الأموال. هاي هي تقريبا الأمور الأساسية، وكل وحدة تحت شرح كتير، وممكن يعني البحث بس لحالة هي عن التي توافق تمويلهم عندهم. بدك ناس يعني اللي هدول إدارة المنح اللي هو فهمان الخريطة وبيعرف وبيقرأ، لأنه هن بينشروا يعني، وهي مو كل الناس تتقنها. يعني التمويل ما هو شيء سهل، هو عبارة عن ذكاء اجتماعي مع علم مع دراسة يعني، وله هيك مثل ما بقولوا مسالكه وطرقه، ما بيقدر الإنسان يدخله بجهل. هلأ في شغلات لازم نقولها، إنه تعدد نماذج ومصادر التمويل بزيد من قوة المنظمة، مو بس أمام الشريك، أمام نفسك أنت. لأنه كان في بالمحاضرة الأولى إنه أنا كيف ممكن ما تتعارض معي بعض التمويل. إذا كانت منظمتك قوية عندها تعدد بالمصادر، شفتوا مصادر التمويل الأربعة اللي حكيناها، أنا برأيي كل منظمة لازم تسعى لها يكون في عندها تمويل إلكتروني، تمويل مجتمعي، وتمويل دولي، وتمويل محلي، وعساس ما ترتهن لطرف من التمويل، لأن التغيرات كثيرة والتذبذب، ونحن أمامنا مسؤولية أمام خصوصا القيادات في المنظمات، أمام الكوادر تبعيتنا، والأهم أمام المستفيد، لأنه أنا الموجود اليوم ما بدي أقطع فيه الطريق. تخيلوا طالب جامعة عم يدرس طب، أنا كافله وما عنده أي مصدر دخل، بالسنة الرابعة بالخامسة قلت له ما عاد بقدر أكمل، أنا اليوم خذلته. فبقاء المنظمات قوية قادرة تعدد هيك هي ما راح تخذل المستفيد ابتداء. طريقة التواصل مع المانحين نحن حكينا كيف، وأسهل طريقة إنه هدول المانحين بيعملوا شيء اسمه يعني أنا عندي منحة عندي فلوس وبدي أعطيها، مين بده؟ يعني كأنه هلأ بالقاعة هون أنا واقف عملكم يا جماعة الخير عندي $50,000، مين منكم حابب ياخدها؟ هاي لازم ندور عليها. هو فعليا هيك بيعملوا هن، كل برضو هن بيقولوا في عندنا فلو، هلأ اللي قاعد نايم انتقل بالغدا ما سمع بتروح عليه. فبقول لك والله نحن شلون عرفنا؟ هي بدها جهد انك تركز ودائما مصحصح معهم وعم بتتابع تقاريرهم ونشراتهم واستراتيجياتهم. قبل اي شراكه يعني دائما حكينا
ستقبل إذا كنت تبحث عن تمويل دولي أن يدقق عليك، هذا حق. هن بدهم يتأكدوا إنه أنت بتشتغل صح، ما عندك فساد إداري، ما عندك فساد مالي، ما عندك دعم لإرهاب، ما عندك شيء خارج المألوف. هذا حق، هو بالنهاية يسأل أيضا عن هذا المال، هو بده يعطيك مال. فهن التقييمات وبعض الشروط اللي قد يشكو منها البعض انه والله بيطلبوا كذا وسياسات وهدول بدهم يعطوا ولا ما يعطوا، لا، هو من النهاية اذا اتقنت انه هذا حق من حقوقهم انه يتأكدوا، وانت لازم يكون ما عندك مانع. يعني اذا اجت انا اليوم عم بشتغل بالعمل الانساني، اجي حدا قال لي بدي اطلع على وين عم تصرف، لازم انه تفضل، انا اصلا عم بنشره، يعني انا عم بنشر ما افعل، وبالتالي ما لازم يكون عندي تحفظ من الاطلاع او التقييم. طبعا حكينا انه كل مانح من المانحين عنده طلبات مختلفة، انا بدي احاول اختصر 3 دقائق. طيب معناته راح انتقل مباشرة. المهم المعايير والشروط الاساسية مثل ما قلنا ان تكون المنظمة مسجلة، في عندها نظام مالي، سياسات واجراءات اداريا، الهيكلية التنظيمية، هيكل ليتا، تقارير مدققة من جهة ثالثة او من الحكومة. انا راح انتقل بدقيقتين فقط لأنه طلبوا مني قصة نجاح على التمويل الدولي. أنا حكيت بال2014 كان تمويلنا بهداك الوقت 2 مليون دولار ولا 3 مليون دولار، هو كله من تمويل يعني عربي وخاص. انتقلنا بعدها فتحنا مكتب بغازي عنتاب لأنه كان فيه مصدر المنظمات الدولية، وبدينا نعمل يعني الإجراءات هيكل لايتا. اليوم نحن كأعضاء بكل هاي المنصات، وأهم من هيك نحن أعضاء مع كل هدول الشركاء. يعني نحن شركاء أكبر شريك للـ WFB بالشمال السوري بـ3 مناطق، أكثر من 80,000 سلة، يعني عقدنا معهم 27-28 مليون. UNCR نحن يعني عندنا عقود معه، IOM، قطر الخيرية، اليونيسيف، الفاو، السيف شيلدرين، هون بتركيا على مستوى آفاد، مع الولاية عندنا شغل، مع الكزلاي عندنا شغل على مستوى تركيا، وبالإضافة إلى كل هالشركات المحنين عاملين هذا التوازن. اليوم جمعية عطاء يعني عم بحكي على سنة 2021 و2022 حجم تمويله تعدى 65 مليون. نحن لشهر 6 هلأ تعدينا 60 مليون، فمتوقعين هاي السنة تكون وضعها كتير إيجابي. دولار 60 مليون دولار، 65 مليون دولار. جزء كبير عم نحاول نعمل هذا التوازن انه يكون نص تمويلنا دولي ونص ثاني من مصادر التمويل الاخرى. هي كلها انه عم نقول الفكره باسم الله انه ليس صعبا. اليوم انا دخلت العمل الانساني معلوماتي فيه صفر. انا بال2012 كنت مهندس زراعي، عندي شركه زراعيه عم بشتغل بزراعه بالكويت، بعيدا كل البعد عن العمل الإنساني. اجيت دخلت العمل الإنساني كمتبرع، يعني اجيت اسافر مشان نساعد الناس. شوي شوي لقيت انه مساعدة الناس ما بتكفي، صار بدك تعمل شيء اكبر، مؤسسة. هيك صارت الناس تثق تعطيني فلوس، لانه طول بالك هذا شغل بده مؤسسة. اسسنا المؤسسة ببداية 2013، كان اللي اسسنا فيه المؤسسة 20,000 دولار. أنا اليوم عم لكم شهر 6 لهلا نحن تمويلنا تعدى 60 مليون. معناتها ما هو لأنه نحن ناس خارج عن العادة أو غير طبيعيين، لا، بس هو السيستم فهمنا. سألت اللي أكثر منا تجربة، الدكتور هاني، الدكتور سيد، الناس اللي اشتغلوا، تعلمت من نجم، تعلمت من غير. عمي شلون بتاخذوا السفرات؟ والله بدكم تروحوا كذا كذا. طيب يا جماعه خلوا واحد يروح وشوف وبعدين نبدا نطور هذا الامر بهذا الطريقه. انا اعتقد انه كل المؤسسات قادر هيك، ونحن محتاجين مثل ما قلت بمنظماتنا بمؤسساتنا بشعوبنا اللي هي دولنا اليوم يعني محتاجه ان نصل الى تمويل اكبر من هيك. هدفنا الآن أنا أعبلكم إياها أنه نحصل على تمويل غير مخصص لسوريا. يعني هذا كل تمويلنا هو ليس شطارة منا، لأنه هو عندهم فلوس لسوريا، نحن عم نقول لهم نحن موجودين عم ننافس أخراننا. بس في اليوم عندك بيل جيتس فاونديشن مثلا، أكيد عنده للتعليم، هو ما مخصص شيء لسوريا، عم نقدر نوصل لهنيك. هل أنا حاطط تارجت لقسم المهنة بدي تمويل غير مخصص أنا أجيبه لقضية، لأنه هذا قصة ثانية. هن بيدعموا تغيير المناخي، بيدعموا قضايا التعليم، قضايا المرأة. هل نستطيع أن نقنع مانح دولي
أن يخصص لقضية معينة ونجيبها حتى نحل مشاكل من مشاكل بلداننا، أعتقد في قدرة، ولكن بدك توظف الناس الصح وتكون صبور ومشتغل بكل شفافية وبدأ مثابرة.